استقبل رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بمقر المجلس رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش. خلال اللقاء شدد عبد الرازق على أهمية الدبلوماسية البرلمانية بين مصر والإمارات ودورها الكبير في تحقيق مصالح الشعبين الشقيقين والشعوب العربية والإسلامية كلها، مثمنا الدور المصري والإماراتي الداعمة لإنهاء الحرب على غزة ورفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني وضرورة إنفاذ المساعدات الإنسانية. من جانبه أكد رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي أن مكانة مصر الكبيرة تحتم التنسيق معها حول كافة القضايا والتحديات، لافتا إلى توحد الرؤى بين البلدين نحو الوقوف مع الأشقاء في غزة.